مرحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الإخبارية. في يونيو 2014 تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، وطبعا اهتم بملفات عديدة، وكان المبدأ الأساسي هو رفض المسكنات والبحث عن الحلول الجذرية التي تحقق أحلام وطموحات الشعب وتبني الدولة على أسس قوية. عن ملف الإصلاح الاقتصادي احنا معانا عبر الهاتف دكتور وليد جبلة، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. صباح الخير يا دكتور. اهلا، صباح الخير استاذه رنيه، وصباح الخير للساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني بدايه خلينا نعرف من حضرتك طبعا اهم الاجراءات اللي قامت بيها مصر في مجال الاصلاح الاقتصادي، وتحديدا طبعا في القطاع المالي والنقدي. طبعا هي في البدايه يعني احنا كنا في كارثه اقتصاديه بكل المعنى، يعني بالمعنى الكامل. يمكن المواطن ما كانش حاسس بفداحة المشكلة الاقتصادية. صحيح. لأن كانت الحكومات في هذا الوقت كانت بتستعين بالاحتياطي وبالمساعدات، وما كانتش بتسدد مستحقات الشركات الأجنبية لقطاع البترول وغيرها. ولكن مصر دولة كبيرة ودولة اقتصادها كبير جدا ومتنوع، ما كانش ينفع تستمر على المساعدات والقروض، وكنا يعني على وشك يعني مشكلة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري. القرار كان قرار حاسم وجريء من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار كان بيثق فيه في قدرة المواطن المصري في أن يعود بمصر إلى دورها ومكانتها الطبيعية. كان هناك ثقة أيضا من المواطن المصري، كلنا وثقنا في السيد الرئيس وقراراته ومشينا مع المشوار. البداية كانت من خلال عمليات إصلاح نقدي. أي مستثمر ما كانش هيقدر يدخل السوق المصرية، وحتى المستثمر المحلي في ظل عدم وجود احتياطي، في ظل وجود سوق سوداء للعملة. صحيح. في ظل وجود عجز كبير في الموازنة، كل هذه الأمور تم تصميم برنامج إصلاح اقتصادي انصب على مجموعة من المحاور. المحور الأول هو إصلاح مالية الدولة، والمحور الثاني هو مجموعة المشروعات القومية وتهيئة بيئة الاستثمار. إصلاح مالية الدولة طبعا تركز في البرنامج 2016-2019 اللي قمنا به بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. كان قدرنا من خلاله القضاء على السوق السوداء، النزول بمعدل التضخم بعد ما كان ارتفع إلى ما يزيد عن 30%، نزل لأقل من 4.5%. المعدل البطالة بعد ما كان بيتجاوز 11% النهاردة تحت 7.5%. معدل النمو بعد ما كان أقل من 2% تجاوز قبل أزمة كورونا 5.6%، نزل شوية في كورونا، إلا أن رغم تداعيات كورونا حافظنا، وكنا دولة من الدول القليلة في العالم اللي قدرت تحافظ على معدل نمو إيجابي. والموازنة اللي جاية بنخطط أنه يرجع يرتفع مرة أخرى إلى 5.4%. الحقيقة كلها مؤشرات أشادت بها المؤسسات الدولية ورصدتها، وبتعتبرها قصة نجاح كبيرة وملهمة لكل الدول في العالم اللي تريد النهوض مرة أخرى. لكن في المقابل كان هناك إجراءات وإجراءات مهمة، منها تهيئة بيئة الاستثمار، وشفنا إزاي أن البنية التحتية المصرية تم تطويرها بصورة كاملة، الطرق، المناطق الصناعية، المشروعات المتنوعة في التوسعات العمرانية، كل هذه التطوير في البنية التحتية كانت جزء من حركة مشروعات قومية كبيرة جدا قامت بها الدولة، ساهمت في امتصاص البطالة. يعني الناس اللي كانت بتتكلم الاستثمار في البشر او الاستثمار في الحجر، هو الحقيقة الاستثمار في البشر والحجر وجهان لعملة واحدة. لان احنا لما هذه المشروعات شغلت قطاع كبير من المصريين، كانت رواتبهم هي اللي بينفقوها في تعليم ولادهم وفي صحة ولادهم وفي توفير الرعاية لأسرهم. كانت المشروعات القومية بمثابة باكورة للتنمية، بتخلق مناطق جديدة، بتبدأ بمشروعات كبرى يلتف حولها المشروعات الصغيرة اللي نالت أهمية كبيرة من اهتمامات الرئيس ودعمه. لم تكن التنمية فقط في المدن الجديدة ولا في التجمعات السكنية الجديدة، ولكن
شاهدنا ايضا تطوير في كافه المدن المصريه، لمسناه جميعا، ما فيش مدينه مصريه ما كانش فيها مشروع. ثم انتقل الامر الى القرى وشفنا حياه كريمه، وازاي ان حياه كريمه دخلت الى الريف المصري. النهارده الريف المصري اللي من خلال حياه كريمه بيدخله الصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي، في حين هناك عواصم كبرى في العالم مش موجود فيها الغاز الطبيعي ومش موجود فيها الصرف الصحي وعديد من الخدمات. ما تم من انجاز يصعب حصره بصراحه، يصعب حصره صحيح. لانه انجاز فاق التوقعات وفاق الاحلام حقيقي. ايضا ولكن لنا ان نفخر بما قمنا به، ولنا ان نفخر بما استطاعت الدولة المصرية الوصول إليه، ونتطلع إلى المزيد بإذن الله تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله. دكتور وليد، يعني طبعا من النجاح الاقتصادي الكبير اللي شهدناه ومصر شهدته خلال السبع سنوات الماضية، أكيد كان في آثار جانبية على بعض فئات الشعب المصري. إزاي الرئيس عبد الفتاح السيسي قدر يواجه ده؟ وطبعا ردود الأفعال كمان، يعني أفعال الشعب المصري كان في البداية مش فاهم إيه اللي بيحصل، إحنا حاسين إن الدنيا فيها غلا، الطرق ابتدت تتغير، يعني حضرتك شفت إزاي ده؟ هو ما نقدرش ننكر ان طبعا البرنامج الاقتصادي كان برنامج قصير وخشن، واحنا تحملنا تبعاته، ولكن هي الدوله قامت بدور مهم في رعايه الشرائح الاولى بالرعايه. صحيح. كان هناك اجراءات مسانده ساهمت في ان المواطن المصري يعني يتجاوز ذلك. اذا اتكلمنا في الدعم النقدي، كان هناك دعم نقدي من خلال تكافل وكرامة، وتم التوسع بصورة كبيرة جدا في الأسر اللي بتستفيد من هذا البرنامج. كان هناك زيادة متتالية في الرواتب في الموازنة عام بعد الآخر، حتى وصلت إلى ما يزيد عن 358 مليار جنيه في موازنة العام القادم. كان هناك رفع لحد الإعفاء الضريبي، كان هناك رفع متكرر للحد الأدنى للأجور حتى الطبقة المتوسطة، كان هناك خلق شرائح جديدة أقل تكلفة للضرائب علشان يشعرهم بذلك الأمر. كلنا طبعا كان هناك انفاق زي اللي الناس حست بيه في الصحه، مبادره 100 مليون صحه اللي قضت على فيروس سي، كل دي كلها كانت بتكلفه صحيح. حكوميه. عايز اقول ان احنا في كورونا مش كل الدول اللي في العالم بتقدر توفر لقاح كورونا بصوره مجانيه لكل مواطنيها. اللي مصر بتقدر توفره النهارده لمواطنيها وللمقيمين ايضا. كان هناك سلسلة كبيرة جدا متنوعة، شفنا مخصصات السلع التموينية اللي ارتفعت بصورة متكررة، الحفاظ على الخبز بسعره العادي، وتطوير المنظومة بحيث يمكن أن يتم تحويل النقاط إلى أن المواطن يحصل على سلع، باقة متنوعة وكبيرة جدا من الحماية الاجتماعية. صحيح. الجميع يتطلع، يعني الدولة تتطلع والمواطن يتطلع إلى المزيد، والحقيقة الصعب عدى، وأتصور أن القادم سواء في برامج الحماية الاجتماعية أو في محاور التنمية المتنوعة هيكون أفضل مع المضي في برنامج الإصلاح الهيكلي اللي تم الإعلان عنه خلال الثلاث سنوات القادمة بإذن الله إن شاء الله. طيب، بمناسبة حديثنا عن يعني جائحة فيروس كورونا، مصر حققت أعلى معدل نمو في أفريقيا والدول العربية. طبعا ممكن نقول إن الاقتصاد المصري هو الناجي الوحيد من هذه الجائحة. إزاي قدرنا نحقق المعادلة الصعبة دي يا دكتور؟ الحقيقة لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ما كنا حققنا شيء، يعني والوضع كان هيكون وضع كارثي. إنما برنامج الإصلاح الاقتصادي عاد اكتشاف الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري من الاقتصادات الأكثر تنوعا في المنطقة، اقتصاد كبير وضخم، ولكنه كان يعاني من السيولة ويعاني من الحركة. كأني أمام سيارة كبيرة جدا ولكنها بدون وقود. البرنامج الإصلاح الاقتصادي هو اللي ساهم في زيادة الثقة في من المؤسسات الدولية وقدرتها على تمويل الاقتصاد المصري، وقدرة الاقتصاد المصري على الحركة والنشاط. لما أتت أزمة كورونا كانت هناك قطاعات متضررة زي قطاع السياحة وقطاع النقل الجوي وغيرها، كانت الدولة، لأن الدولة لديها مالية عامة جيدة، قدرت تتوقع الصدمة نيابة عن المواطن وتساند القطاعات المتضررة من خلال تمويل قدره
نحو 100 مليار جنيه تم رصده في بداية الأزمة، فضلا عن انخراط الدولة في مع منظمات التمويل الدولية بعد ما حصلت الفجوة التموينية الخاصة بها قدرت تدبرها. شفنا قد ايه ان كان المؤتمر الخاص بتمويل السودان وافريقيا قريب في فرنسا ان الدول في افريقيا مش قادرة تمول، بينما احنا كافة المؤسسات منفتحة وبتتطلع على تمويل الاقتصاد المصري. قدرة الدولة المصرية على التمويل هي اللي ساعدتها على جذب تمويل، هي اللي ساعدتها على جذب تمويل مكنها من مساندة القطاعات المتضررة، ده من جانب. وكانت هناك قطاعات زي القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وغيرها من القطاعات اللي لأنها اشتغلت ولأنها تم مساندتها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتيسير العمل لديها عادت إلى العمل بقوة بصورة مكنت الدولة المصرية من أن هي تتجاوز الأزمة وتوفر الاحتياجات الأساسية للمواطن. طب أخيرا يا دكتور، من وجهة نظر حضرتك يعني أسرار صلابة الاقتصاد المصري؟ الاقتصاد المصري زي ما قلت لحضرتك بنشوف اقتصادات في المنطقة، البعض بيركز على السياحة والبعض قائم بصورة شبه كاملة على البترول والبعض قائم بصورة شبه كاملة على الغاز. الفكرة الاقتصاد المصري ان الاقتصاد المصري عنده تنوع مهم جدا، فانت لما بتلاقي مثلا على سبيل المثال لما بترتفع أسعار البترول بيكون عندنا أثر سلبي متعلق بزيادة فاتورة المنتجات البترولية، بينما بيكون عندنا أثر إيجابي في أن الحركة في قناة السويس بتكون أكبر وبتكون عائدات قناة السويس بتكون أكبر وبتكون تحويلات المصريين بالخارج بتكون أكبر. فإحنا باستمرار دايما لما بنكون متضررين في القطاع بيكون عندي قطاعات تانية، إذا كانت في أزمة كورونا كانت قطاع النقل والسياحة متضررين، إلا أن شهدت العرقلة والمشاكل اللي حصلت في سلاسل الإمداد مكنت المنتج المصري أنه يتم توزيعه بدون منافسة كبيرة من المنتجات الأجنبية. كل هذه الأمور كان السبب فيها هو تنوع هذا الاقتصاد وقدرته على العمل. ولكن هرجع وأكد تاني، الاقتصاد مثل البشر، يعني هو الاقتصاد الهواء اللي بيتنفسه هو التمويل، هو المال، كأنه سيارة تحتاج إلى بنزين. لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي قدر يعدل من مالية الدولة ويحسن مالية الدولة بصورة تمكنها من أن هي تتحكم وتضخ السيولة وتضخ التمويل اللي ضخته في السوق، ما كان هذا الاقتصاد ليتنفس ويحقق ما حققه وينطلق إلى ما يتم التخطيط إليه بإذن الله. بإذن الله. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكرك دكتور وليد جبلة، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وهذه المداخلة.